واتعرفت بيه ازاي؟ في سهرة عائلية عند بعض الأصدقاء. كان شاب رقيق ومهذب ومثقف، وكان واضح إنه بنى مستقبله بكفاحه. اتقابلنا عدة مرات قبل ما نرتبط. يعني فترة التعارف قبل الجواز ما طالتش. هي دي الغلطة الكبيرة. كان عندي ثقة في نفسي على قدرتي على معرفة الناس، وثقت فيه، وبعد شهرين اتجوزنا. وامتى اكتشفت انك اتسرعت في الجوازة دي؟ بعد اسبوعين بالكتير. كان بيرجع من البنك اللي بيشتغل فيه العصر، ياكل ويستريح شوية وبعدين ينزل. أسأله رايح فين، يقول لي عندي شغل في البنك. وكنت بتصدقيه؟ في الأول كنت بصدقه، وبعدين ابتديت أشك فيه. سألت في البنك، عرفت إن البنك ما بيشتغلش بعد الظهر، وعرفت من بعض الأصدقاء إنه بيلعب، وإنه ليش اللي بيسهر معاها كل ليلة وبيرجع البيت تقريبا الصبح. مساء الخير. مساء الخير. قول صباح الخير، الشمس طلعت. خلاص يا ستي ما تزعليش، صباح الخير. وجاي ليه ما نمتش مطرح ما كنت؟ خلاص ما تزعليش، دي اخر مرة. اوعى تحط ايدك علي، ما تلمسنيش. اسمع يا صادق، زي ما اتجوزنا بالمعروف كل واحد يروح لحاله بالمعروف. للدرجه دي زعلانه مني؟ انت ما بتحسش؟ انا ما بشوفكش غير مره واحده في الاسبوع. لو كنت عارفه كده ما كنتش شفت خلقتي ابدا. انت ندمانه انك اتجوزتيني؟ جواز؟ هو ده جواز؟ ده جواز مع ايقاف التنفيذ. يا ستي بكره كل حاجه هتتصلح. تتصلح؟ تتصلح كده لوحدها؟ طولي بالك عليا شويه. الله، انا معايا كام قرش بلعب بيهم في السوق، والنهارده كان حظي في السما. بصي شوفي كسبت قد ايه؟ اكتر من مهيدي في شهر واحد. مش عايزه الفلوس دي، وديهم مطرح ما كنت. الله، انت ما تزعليش، من بكره في فسح، انا بكره هوديك المسرح، احسن مسرحيه في البلد هحجز لي فيها الكرسيين. ايه رايك بقى؟ انا مش عايزه مسرح، انا عايزك تقعد في بيتك زي ما خليق الله. انت هددتيه بالطلاق، ما اصرتيش على الطلاق ليه؟ هي دي الغلطه الثانيه. انا لما اتجوزته بالسرعه دي، أهلي وبعض الأصدقاء كانوا معترضين وأنا تحديتهم. يمكن خوفي من الفشل، يمكن كان غباء، يمكن كان عندي أمل في إصلاحه، فرط ثقة. واستمر الوضع كده؟ إلى أسوأ. ابتدى يخسر في اللعب وياخد فلوس البيت، ولقيت نفسي مش عايشة حتى العيشة العادية، وحتى ضروريات الحياة عجز على إنه يقوم بيها. ياه، للدرجة دي؟ فكرت ان انا اشتغل. انا عندي ليسانس اداب قديم، وبعدين اشتغلت في الجورنال. مع الدكتور نعمان؟ في نفس الجورنال، لكن مش في مكتبه، اشتغلت معاه بعد كده. وصادق ما اعترضش على شغلك؟ بالعكس، كان سعيد جدا ورحب وقال لي عين العقل اللي انت عملتيه ده، لانك استغليتي الشهاده بتاعتك. طبعا، لاني هاخد مرتب ومش هيدفع مصاريف البيت وهتشغل بشغل عنه. وحصل كده فعلا؟ مش لفترة طويلة، لأنه ارتكب الحادث اللي غير حياتنا احنا الاتنين. سعاد! سعاد! أيوة صادق. أنا مسافر. مسافر؟ أيوة، اسكندرية يومين تلاتة. أيوة. وعلى اتصل بيكي من هناك. تتصل بيا ده إيه؟ ما أنتش خارج إلا لما تقول أنت رايح فين. يا ستي مفيش وقت، في واحد صاحبي مستنيني تحت هيوصلني المحطة بعربيته، وأول ما أوصل اسكندرية هتصل بيكي بالتليفون. غريبة. خير؟ صاحبه اللي كان معاه، انا فاكرة ان انا شفته. فين؟ فين؟ افتكرت، شبه الدكتور البيطري اللي هنا.
دكتور سمير؟ مش عارفة، مش فاكرة، مش عارفة. طب مش مهم، نرجع لموضوع. طبعا اتقبض عليه في اسكندرية، وتعرف انه اختلس من البنك 50,000 جنيه، واتحكم عليه بعشر سنين سجن. طب وصاحبه اللي بتقولي عليه شبه الدكتور سمير ده، جت سيرته في القضية؟ الدكتور سمير ده نسيته خالص، لان لما اتقبض على صادق ما قالش انه كان معاه حد. واتنفذت العقوبة ودخل السجن. أيوة، وأثناء نظر القضية اتعرفت بالدكتور نعمان أكتر. كان بيروح كل يوم المحكمة بيعمل دراسة عن جرائم المال العام. واشتغلتي معاه؟ مش على طول، لأن بعد القضية حصل شوشرة، وزمايلي في القسم ابتدوا يتكلموا، ولما عرض علي الدكتور نعمان الشغل وافقت على طول. وسبتي شقتك وسكنتي عند عمتك؟ أيوة، كنت عايزة أبعد عن أي حاجة بتفكرني بالماضي السخيف اللي كنت عايشة فيه، خصوصا بعد ما اتطلقنا. ما شفتوش بعد كده خالص؟ لا. ومعرفتيش إن هو نفس الشخص اللي وجدت جثته في حديقة الفيلا؟ هعرف منين؟ اسمه ما اتقالش ولا مرة قدامك؟ اتقال مرة أو مرتين، لكن ما تصورتش إنه نفس الشخص. مدام سعاد، تفتكري خطه؟ ايوه. شوفي كده. عزيزي سمير، بعد التحية. هو خط صادق. واخبارهم ايه؟ اخبار منيلة بعيد عنك. وبعيد عنك ليه؟ اشمعنى انت؟ ما كلهم محبوسين. انما مدام سعاد ممكن تعمل حاجة زي دي؟ وانا مش عرفني. على رأيك الستات دول بحرهم غويط. على رأيي؟ انت هتقولني كلام ما قلتوش ليه؟ طب السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه، مهندس سعد عقل. دكتور نعمان؟ لا مش موجود، مش هنا وخلاص. اما بارده صحيح، ايه اللي راح فين؟ ما اعرفش راح فين. لا ما نزلش مصر. اما يفرجوا عنه يبقى ينزل. يا ست انا ما قلتلك مين؟ هلا، هو انت اللي كنت بتتكلمي دلوقتي؟ صاحبتك؟ وبتسال على الدكتور نعمان ليه؟ ها؟ لا نعمان مش موجود، في النيابه. هحبسوه ليه؟ عشان خاطفك. هو ما خطفكيش؟ مظلوم؟ طب وانا هقول لبابا ازاي؟ ما هو بابا في النيابه هيحبسوه هو كمان. مش حرق المطبعه بتاعت مختار الجو بتاع سعاد، قصدي بتاع الجرنان. نعم، كلهم محبوسين، مفيش الا انا امك، حتى ماما حبسه نفسها فوق، يعني مفيش الا انا. ما قله ادب صحيح، تقفل السكه مش تستنى تعرف انا هكمل كلام اقول ايه. عندك كل حاجه هنا، خزنه والعهده، ناقص حاجه؟ لا كله مظبوط الحمد لله، زي ما دخلناها بسلام نخرج منها بسلام. بس لو سمحت امضي لي بالعلم على القرار ده. قرار ايه؟ قرار احالتك الى المحاكمة التأديبية. امض؟ ما امضيش ليه؟ هما هيشنقوني ولا هيشنقوني؟ اما نشوف المحكمة التأديبية دي قدر اخرى. بسيطة ان شاء الله. ولا مش بسيطة؟ ما هي دي اخرة خدمتهم، اللي يخدم الحكومة اخرته كده. اهلا وسهلا. انت نورت البلد، النور عام من الحته كلها. يا حاج رضوان، ده سعيد بيه رئيس المجلس الجديد. ما انا عارف، عشان كده بقول ايه النور ده كله. بس لينا عند سعادتك بقى حق عرب. خير؟ انت ابتديت. على الاقل كنت قول لنا كنا فرسنا الارض ورد، لكن ملحوقه الفطار عندنا الليله. متشكر جدا. يا سعيد بيه، الحاج رضوان ده من خيار الناس. مش هو ده اللي معاك في القضيه؟
انت قضيتك اتحولت على الاموال العامه يا بيه، ولا يهمك عامه ولا خاصه، مش جاي تاخد لهم الشيء. الحكومه معذوره برضه، وراها مصاريف يامه. بس دي يمكن يكون فيها حبس. ربنا يجيب العوا بسليم. اتفضل اقعد يا حاج رضوان، اقعد واقف ليه يا راجل. لا لو سمحت اتفضل انت، علشان عندي كلمتين هقولهم على الاستاذ علي. كده ما الحكومه بقى بتكلم بعضها. سلام عليكم، بس حقنا محفوظ. طب امشي انا بقى عشان الحق الاتوبيس. ها بعد اذنك. شعبان، انت يا شعبان. ايوه يا سعاده البيه. ولا اشيل الشنط دي عشان توديني المحطه. يلا لا مؤاخذه يا سعادي، ورايا شغل. خد يا غفير انت. حاضر يا سعاده البيه. شيل الشنط والاستاذ علي ووصله. حاضر حاضر يا بيه. طيب السلام عليكم. مع سلامه الله. يلا يا سعادي. وانا كان مالي انا امشي ده كله. الله اتعب واشيل. لا انا مهمتي اشيل ورق وبس، يعني بتاع مكاتب وبس. طب البرطم بتقول ايه؟ اتكدمت يعني بالبرطم بتقول ايه؟ عايز ايه على فن؟ عايز اقول انك قليل الاصل، ده عيش وملح. يا ما كانش عيش وملح، العيش كنت بتاكله لوحدك، اما انا حيالله حاسوت ملح تقف في زوري. تعيش سنين يالا؟ عشره سودي، عشره حرام تودي اللومان، وفي الاخره تودي نار جهنم. والله القطط فتحت يا ولاد. بقى انت انت يا شعبان يا ابن بهية النهارده تعرف لي الحلال من الحرام؟ ليه؟ هو انا ما عنديش مخ افهم بيه؟ ومخك ده كان فين لما عملت اللي عملته؟ عبد المأمور. هو الغلبان اللي زي حالاتي ليه تصنيف في اللي بيعمله؟ وانت كان حد ضربك على ايدك ولا ضربك على ايدك؟ لقمة العيش بتضرب في النافوق مش على الايدين يا على فندي. طب يا اخويا بلاش رمادة، شيل شيل، خلينا غور من بلدكم الغم دي. هي بقت غم دلوقتي، المحروسه طول عمرها فل الفل، ما بقتش غم اللي على ايديك يا على فندي. وغنجر امشي. طب هي ولد، انت ولد تعالى ولد، تعال شيل الشنطه تعالى. انت هذا يا شعبان ولد، تعالى شيل الشنطه تعالى ولد يا شعبان. ما تقطعش الجوابات يا على فندي، ما تقطعش الجوابات. وانا براجع اقوالك في التحقيق في الاول، قلتي انك كنت خارجه مع هاني في العربيه، شفت الدكتور سمير وهو راكب العربيه البيك اب ورايح الفيلا. ايوه، بس هاني قال انه مش هو. وعرفت منين ان هو الدكتور سمير وانت كنت جايه ليلتها البلد لاول مره؟ هاني هو اللي قال. فاكره قال لك ايه بالظبط؟ قال لي ما تقلقيش، اهو الدكتور سمير رايح للدكتور نعمان. وتفتكري هاني انكر بعد كده ليه؟ معرفش، بس هو قال لحضرتك ان هو بعدين تاكد انها مش عربيه الدكتور. اهلا يا شهادي، اتفضل. غريبه. طب على العموم تقدري تمضي على المحضر وتروحي دلوقتي. طب والدكتور نعمان؟ لا الدكتور نعمان لسه هنساله في موضوع هاله. انا هستنى بره. اتفضلي. ها اخبارك ايه؟ تمام قوي. جبت علي قمحاوي؟ يا دوب لحقته وهو بيركب الاتوبيس. طب كويس. وعويس موجود؟ طب طب كويس قوي، خليهم بره بقى لغايه ما نخلص من اللي في ايدنا. طيب سيادتك هتسال حد تاني؟ لا عايز اخلص الاول من الموضوع السخيف بتاع بنت سيد عقل،
وبعدين ابقى راجع التحقيق واقول لك هتعمل ايه. نادي الدكتور نعمان والمهندس سيد عادل. حاضر يا فندم. طب استاذن انا مؤقتا. مع السلامه. ايوه يا استاذ سيد، ايه حكايه بنتك؟ انا حاضر مع المهندس سيد عقل. عارف، بس اسمع المهندس سيد الاول. انا اتهم الدكتور نعمان سلامه بخطف بنتي هاله، والماده 219 من قانون المرافعات المعدله بالقانون 314 لسنه 1980 تنص على ان كل من خطف انثى بنفسه او بمساعده الغير بالتحايل او الاغراء يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده. مؤبدة كده على طول. استنى يا استاذ ابو اليسرى لما اسمع الاستاذ سيد الاول. ايوه يا استاذ سيد. يا فندم انا كلامي واضح. عندك دليل؟ دليل على ايه بس يا فندم؟ على ان الدكتور نعمان خطف بنتك بالتحايل بمعاونة الغير. استنى يا استاذ. حاضر. عندك دليل على ان الدكتور نعمان خطف بنتك؟ انا هلا سيد عقل. كنت فين يا بنت؟ كنت في مصر. رحتي بإرادتك ولا حد خطفك؟ خطفني يا فندم. هو انا عيلة حد يخطفني؟ انا في كلية الاداب، كنت عند واحدة زميلتي بذاكر معاها. بتذاكري؟ ده تحايل يا سعادة البيه، تواطؤ، شريكة معاه في الجريمة. جريمة ايه يا استاذ؟ جريمة الخطف يا فندم. بابا مالك يا بابا؟ ابعدي عني، كفاية اللي عملتيه. اتفضل انت يا استاذ سيد ارتاح في البيت، واضح انك تعبان قوي. يرتاح ازاي يا فندم؟ الجريمة لسه قائمة. جريمة ايه يا استاذ ابو اليسرى؟ ما خلاص. الدعوة ملك المجتمع، النيابة تنوب عن المجتمع، وليس من حق احد التنازل عن الدعوة العمومية. تنازل ايه يا استاذ؟ اذا كانت المجني عليها بتنفي التهمة. نفي التهمة بعد وقوعها لا يسقط الدعوة. يا استاذ بقول لك اذا كانت جريمة الخطف نفسها ما حصلتش. اتفضل يا استاذ سيد انت ارتاح في البيت. وقضية القتيل لما عاوزك هبعتلك. اتفضل حضرتك كمان يا دكتور نعمان. شكرا. دي قضية مضمونة 100%. بابا مالك يا بابا؟ بابا يا رب انت عالم بحل عشان خاطرنا يا رب. سليمة استحيزة سليمة. سليمة هاني. نعم. اطلب دكتور في مصر استعجله. حاضر. انت يا باشمهندس ما تتحركش خالص، دلوقت الدكتور يجي يطمننا. ها يا دكتور انا حاسس ان انا خلاص. لا ما تقولش كده يا بابا. مش الكلام ده تاني ابدا، دلوقتي باذن الله هنطمن. هتبقى عاد سعاد لازم ننزل نتصل بالدكتور، اذا كان هناك هكلمه بنفسي. استأنيسة اذا عايزتم اي حاجه اندهيني على طول. شكرا. عن اذنك سعاد. ايوه دكتور احنا في انتظارك، مع السلامه. الدكتور جاي حالا. كويس. اطلع انا اشوف بابا. لا 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 الحقيقه هانية انا عايزك في كلمتين. تعال معايا. اسمع يا هاني انا عايزك تركز معايا شويه. اركز؟ اركز يعني ايه؟ اركز يعني ايه يا مدام سعاد؟ يعني تفكر. طب ما انا طول عمري بفكر. اقعد يعني اقعد اقعد اقعد. حاضر. فاكر ليلة ما رحت انت ومدام سعاد مصر بالعربية بتاعتك؟ يوم ما رحنا نجيب الهدوم والحاجات دي. بالظبط. يوم ما جيت اجرش العربية لقيت القتيل المناي البنيلة ده. كويس اهو انت فاكر. طبعا فاكر، ودي حاجة تتنسي؟ وانت خارج بالعربية مش كان في عربية تانية جاية ناحية الفيلا؟ بالظبط. وقلت دي عربية مين؟ عربية الدكتور سمير. يعني الدكتور سمير هو اللي كان سايق العربية اللي جاية ناحية الفيلا؟ ما انا قلت لحضرتك وقلت لمدام سعاد حتى اسالها. يا سيدي انا مصدقك. انت ما قلتش ليه في التحقيق انه كان الدكتور سمير؟ في التحقيق يعني؟ لا ما تاخدش ببالك. يعني ايه ما اخدش ببالي؟ اصل الدكتور سمير عارف السر بتاعي، وهو انكر في التحقيق، قال مش انا اللي كنت سايق، فانا بصراحه بقى خفت اقول هو احسن يقول السر بتاعي واروح انا في داهيه. تقوم تكذب يا هاني؟ عشان هخش النار يعني؟ انت فاكر انها حاجه سهله انك تكذب في التحقيق؟ دي جريمه يا ابني. جريمة عشان قلت مش فاكر؟ دي شهادة زور وممكن تتحبس فيها. هتحبس ليه يا مدام سعاد؟
اذا كان اللي قتلت واقفه قدامنا هي ما حصلهاش حاجه، واللي حرق المطبعه زمانه بيشخر فوق، واللي خطف قاعد معانا ما حدش قال له حاجه خالص، يبقى انا اللي قلت مش فاكر ان الدكتور هتحبس انا. والله ده بكلام كويس قوي يا هاني. يا هاني يعني الدكتور سمير هو اللي كان سايق العربيه اللي جايه ناحيه الفيلا؟ ما انا قلت لحضرتك ايوه. وهو انكر ليه؟ والله اساله هو بقى. انا كمان متاكده ان هو كان مع صادق يوم حادثه الاختلاس. صادق الجدع القتيل ده؟ ايوه. طب ما هو صاحبه. ايه انت بتقول ايه؟ مش عرفك انه صاحبه؟ ما هو يوم الدكتور نعمان ما جه بيتنا كان واقف هو مع الدكتور سمير، وبعدين انا رحت اساله قلت له انت جاي هنا بتعمل ايه؟ كنت خايف احسن يكون جاي يقول السر لابويا. قال لي ده انا بتفرج بس. حتى الدكتور سمير سابنا وراح الناحيه الثانيه. انت متاكد يا هاني؟ طبعا متاكد. سعاد انا لازم اروح دلوقتي لوكيل نيابه حالا، هاخد معايا هاني كمان. هاني. نعم. عارف احسن حاجه تعملها في حياتك ايه؟ ايه؟ انك تنزل دلوقتي مع الدكتور نعمان تروح لوكيل النيابه وتقول له الكلمتين دول. واروح لوكيل النيابه ليه؟ انا مالي؟ علشان تقول له الكلام ده. وافرض حبسوني يا اخي؟ مش هيحبسوك ولا حاجه. لا مش حضرتك لسه قايل عشان انا ما قلتش الحقيقه؟ ما انت هتقول الحقيقه اهو. خلاص خير. في معلومات جديده في موضوع صادق سعيد، احب يعني ان سيادتك تسمعها، واعتقد انها مهمه وهتكون لها نتيجه كويسه باذن الله. اتفضل. شكرا. تاني يوم وصولي المحروسة، الأستاذ هاني كان واخد عربيته ورايح مصر ومعاه مدام سعاد عشان يجيبوا لي شوية هدوم. وهو طالع بالعربية شاف الدكتور سمير داخل بعربيته للفيلا. طب وليه ما قالش كده من الأول؟ الحقيقة ده موضوع تاني بقى، لكن هو دلوقتي افتكر كل حاجة، افتكر كل حاجة، وبيقول كمان إن كان في علاقة سابقة بين الدكتور سمير وصادق سعيد. دي معلومات مهمة جدا يا دكتور، أشكرك عليها. اللي يستحق الشكر هاني، أنا ما عملتش حاجة. أفضل نفتح محضر على طول. ابعت لي عبد الجواد. طب ومحضر على إيه يا سعادة البيه؟ ما هم كلمتين بقيه كده، قولهم لحضرتك ونخلص. جرى إيه يا هاني؟ أنت خايف من إيه؟ ما السر انكشف، باباك عارف كل حاجة. على رأيك. افتح محضر. طيب. أستأذن أنا بقى وأسيب مع حضرتك هاني، هيقول كل حاجة. مع السلامة. شكرا. اقعد يا هاني. وقد حضر إلينا السيد هاني سيد عقل بصحبة الدكتور نعمان سلامة نعمان للإدلاء بمعلومات جديدة حول مقتل صادق عبد الحفيظ سعيد. اسمك وسنك وعنوانك. هاني سيد عقل، 25 سنة، طالب في معهد الموسيقى، مقيم بفيلا المهندس سيد عقل في المحروسة. ما هي المعلومات التي تريد الإدلاء بها في موضوع التحقيق؟ يوم الحادثة كنت خارج أنا من الفيلا بالليل، لقيت الدكتور سمير داخل الفيلا بعربيته. أنت متأكد إنها كانت عربية الدكتور سمير؟ أيوة طبعاً يا بيه، وأنا تايه عنها؟ هو اللي كان راكب فيها؟ يعني العربية كانت تمشي لوحدها؟ لا، ممكن قوي حد تاني يكون سايقها. لا لا لا، ساعة البيه هو شخصيا اللي كان في العربية. ويوم استقبال الدكتور نعمان عندكم قدام الفيلا، ايه اللي حصل؟ الدكتور نعمان جاي داخل الفيلا، فبيطلع على السلمتين رجله زحلقت في قشرة موز، وقع انكسرت رجله. لا مش قصدي. ما هي دي أهم حاجة حصلت يا فندم يوم الاستقبال. قصدي بالنسبة للدكتور سمير والقتيل صادق سعيد. الدكتور سمير كان موجود ساعة الاستقبال؟ كل الناس كانت موجودة، كانت أمم زيطة، أصل الدكتور نعمان ده شخصية مهمة جدا. خلينا دلوقتي في موضوع الدكتور سمير، كان موجود؟ أيوة كان موجود طبعا. كان معاه حد؟ كان معاه صادق سعيد، وبالأمارة كانوا هما الاتنين واقفين بيتكلموا مع بعض. أنا قربت من عندهم كده وبقول له أنت إيه اللي جابك هنا؟ قال لي أنا جاي أتفرج. والدكتور سمير سمع كنت بتسأله؟ أول ما شافني راح ماشي على طول. راح فين؟ راح الناحية التانية، أصل الناس كانوا واقفين قدام الفيلا صفين، صف كده وصف كده، عشان أول الدكتور نعمان ما يجي بقى يمشي هو في النص، كانت زيطة. عندك استعداد تواجه الدكتور سمير بالكلام ده؟ واخرق عينه كمان يا سعادة البيه، بس حضرتك ما تحبسنيش. السلام عليكم. عليكم. لا 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 لا، خليك مرتاح. خليك مرتاح.
ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله احسن. لا وشك كويس والحال عالى. نحمده على كل حال. الحقيقه سيد بي انا فكرت كتير قبل ما فتحك في الموضوع اللي انا ناوي اتكلم فيه النهارده. خير يا دكتور؟ اصل علاقة كل اب باولاده دي مسألة خاصة وحساسة جدا، ما كنتش احب اتكلم فيها. لا اتفضل اتكلم انا سامع. انا عايز اكلمك عن هاني. هاني؟ ايوه ايوه اتفضل يا دكتور انا سامع. طبعا كل اب بيتمنى الخير لاولاده، ويمكن مفيش انسان الواحد يحب يشوفه احسن منه الا ابنه. فعلا فعلا يا دكتور. انما ده ما يمنعش حق الانسان في انه يختار مستقبله بنفسه. ازاي ازاي يا دكتور؟ لا ده كلام. الاولاد في السن ده بتحكمهم اعتبارات كتير، ما يعرفوش مصلحتهم فين. انما في حاجه اسمها الاستعداد يا سيد بيه. الاستعداد، كل انسان بيبقى عنده استعداد لدراسه حاجه معينه، وهاني عنده استعداد للموسيقى. موسيقى ايه بس يا دكتور؟ في اب محترم يرضى ان ابنه يطلع مزيكاتي؟ لا يا سيد بيه لا 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 ما عندكش حق. الموسيقى فن وعلم عظيم وبيدرس في جميع انحاء العالم، وفي كمان اساتذه ودكاتره. ما قلناش حاجه، بس بقى نخلي المزيكا لاصحابها. ما هو هاني من اصحابها سيد بيه. رغم انك انت كسرت له العود يعني في موقف مشهود. ده كلام ده يا دكتور؟ ده تخاريف. ازاي؟ لا ابني هاني هيطلع مهندس والمصنع موجود، مين يديره بعد ما اموت؟ يا سيدي ربنا يديك طولة العمر، لكن يعني هو كل واحد صاحب مصنع لازم ابنه يطلع مهندس؟ احنا عاوزين نكسب هاني كانسان مش كمهندس. برضه ان شاء الله هنكسبه وكمهندس كمان. على كل حال انا مش عايز اطول عليك عشان ما تعبكش، هسيبك تفكر في الموضوع وانا واثق انك هتقتنع. جالكم كلامي؟ الراجل طلع بليه، البنت ظهرت وهي اللي فاتت بتموت. قوم اللي قالوه ومفيش مخ. الواحد مش يميز قبل ما يرمي الناس الاشراف بالكلام. واحنا كنا النيابه يا سي عبد الحليم. ده حتى النيابه ما عرفتش الحقيقه لما قعدت تحقق وتتقص. الراجل جاي بلدنا عشان يخدمني، نقوم نقول عليه كده؟ اهو احنا افتكرناه زي غيره. صدقت بقى ان الراجل كان قاصد الخدمه؟ يعني يعني ايه يا سي فرج؟ يعني هو ده اللي باين لحد دلوقتي، والسر بقى يعرفه ربنا مش شغلني. وعلي امحاوي مش اتقبض عليه؟ من عمايله المنيله. ومين قال للمسؤولين ان عمايله مميله؟ النيابه. وقبل النيابه مش اتوقف وراح مجلس تقريب كمان؟ طب ما علي امحاوي راح للدكتور ناصر وحطه في جيبه كمان. لا ما حطوش في جيبه ولا حاجه. اول الدكتور ما شك في الكلام جه بنفسه عشان يشوف احوال المحروسه على الطريق. ما تسكتوا البتاع ده خلونا نعرف نتكلم. دي اسمع، مفيش حد يجي ناحية المدعوء ده، فاهمين؟ ايه رأيك في الكلام ده؟ ما حصلش. نعم ما حصلش. ما حصلش ازاي بقى؟ بس يا هاني اسكت انت. حاضر. انت ما كنتش رايح الفيلا في العربية؟ يا بيه لو كنت رايح كنت دخلت وكان الدكتور نعمان شافني وسيد بيه، انما انا في الوقت ده كنت في عزبه الوسيه، كان عندي حاله ولاده جاموسه متعسره، وانا قلت الكلام ده في التحقيق اول مره. مدام سعاد شافتك. مدام سعاد ما تعرفش عربيتي. هاني قال لها. هاني قال اول مره مش انا. الكلام ده قبل السر ما يتكشف، كنت خايف احسن تكشف السر وتوديني في داهيه. طب انا راضي راي سعادتك، معقول تاخد على كلام واحد زي ده؟ ماله الواحد اللي زي ده؟ ايه ناقص عين ولا ناقص رجل؟ ناقص مخ. بس بلاش الكلام ده هنا. أمر تفتيش البيت أهو. خليك معايا يا دكتور. تحت أمرك. أنت كنت قدام فيلا سيد عقل في استقبال الدكتور نعمان؟ أيوة، ساعة الناس ما شالته ودخلته جوه. شفت صادق سعيد؟ قلت لحضرتك معرفوش، كمان لو شفته أنا مش ممكن أعرفه. كذاب! أنت كنت واقف معاه ساعة أنا ما جيت واتخانقت معاه. بس يا هاني اسكت أنت. أنا مش هرد عليك دلوقتي. لا الشطارة بقى إنك ترد دلوقتي. رد قدام النيابة، رد! بس يا هاني اسكت أنت.
طب تسمح لي يا سعاده البيه؟ عاوز ايه؟ انا عايز بقى اساله سؤال جه على مخي دلوقتي. سؤال ايه؟ ويقول لي ما عنديش مخ. طب السؤال ده جه منين لو انا ما عنديش مخ بقى؟ سؤال ايه يا هاني؟ قول. تقدر تقول لي انت عرفت السر منين؟ سر ايه؟ ان انا في معهد الموسيقى مش في كليه الهندسه. ما كل الناس عارف. لا، صادق بس هو اللي كان عارف وهو اللي قال لك. طب بس طب يا هاني اتفضل انت. الله، مش هحط صابع في عينيها بيه؟ لا كفايه، مع السلامه. قال بيقول ان انا ما عنديش مخ. سلام عليكم سياده المقدم. تحت امرك. وصل الدكتور سمير لبيته لو سمحت. السنين بقى شوية تراب. معلش اجمد. ايه يعني عقبة تعتر الطريقة؟ ياما ناس كتير حصل لهم اكتر من كده. عقبة دي مجرد عقبة. انت ما تعرفيش انا عملتها ازاي. انا ياما اتحاربت في البلد دي عشان ما ارفعش صوت حر. انا عشان الم القرشين اللي عملت بيهم المطبعة وطلعت بيهم الجرنان خدت سنين. ما هو كان لازم تعمل كده. يظهر ان مفيش فايدة وفكرتك القديمة هتتحقق. فكرة ايه؟ اروح معاكي مصر واشتغل هناك. تروح معايا مصر؟ اوعى تفكر بالطريقة دي. ازاي؟ مش دي فكرتك الاولانية؟ انا لما قلت لك تيجي مصر كنت فاكرة ان الجرنان ده مجرد مهنة بتاكل منها عيش، وقلت لك انك بمواهبك تقدر تشتغل في مصر. لكن دلوقتي عرفت ان الجرنان ده قضيه، وقضيتك هنا في المحروسه ولازم تستنى هنا. استنى هنا اعمل ايه؟ اطلع جرنان تاني ازاي؟ باي وسيله؟ اطبعه بالرونيو ان شاء الله، حتى بالبلوزه. مش عارف يا سعاد، مش عارف. مش عارف ايه؟ الجرنان ده قضيتك، وانت لو استسلمت من اول صدمه هتخون قضيتك وهتخون الناس اللي وثقوا فيك. انا عملت اللي عليا. انت ما عملتش حاجه. الطريق لسه قدامك طويل ولازم تكمله. لوحدي؟ لا مش لوحدك، انا معاك والفلاحين كلهم معاك. هيعملوا ايه الفلاحين؟ كفايه البلاوي اللي عايشين فيها. انت اكتشفت الفساد في المحروسه وقصادك الطريق طويل علشان تخلي المحروسه دي مثل لكل قريه. ايوه يا سعاد، دي عايزه امكانيات. ايه؟ عايزه فلوس؟ ايه يعني الفلوس؟ الفلوس مش مهمه. احنا كده دايما نرمي عجزنا على الفلوس. الفلوس دي وسيلة لتحقيق غاية، واحنا لو امننا بالغاية دي هنحقق المستحيل. انا مؤمن بالغاية، وعشان كده ما وافقتكيش في الاول لما اقترحت عليا ان انا اروح مصر معاكي. انما دلوقتي بعد كل حاجة ما راحت اقعد هنا اعمل ايه؟ انت معاك اسمن حاجة واقيم حاجة. معايا ايه؟ انا معايش حاجة. معاك نفسك، معاك ارادتك، معاك قضيتك. اذا فقدت ده كله يبقى ما يصحش تقعد هنا وما يصحش تقعد في مصر خالص. هموت بقى. تفتكر انسان من غير قضيه ومن غير اراده يستحق انه يعيش؟ ايوه بس ده شوط طويل، لازم نبداه من الاول. محدش قال انها حاجه سهله. انت عارفه انا عشان اطلع رخصه الجرنان ده خدت وقت قد ايه؟ شهر؟ اتنين؟ تلاته؟ سنتين. انا اضطريت اعمل جمعيه عشان الترخيص يطلع باسمها. الجمعيه دي موجوده؟ طبعا، كانت هتروح رخرة مع المطبعه. يبقى خلاص نبدأ تاني من جديد. أما نشوف. أفكر. تفكر تطلعها مش تفكر تسيبها وتمشي. زهرة، ايه مال؟ تعال تعال استريح. تعال اقعدي. ده سواء التاكسي اللي جابني، لو سمحت دي الأجرة أحسن ما عيش فلوس. طيب خلي مدام، انا ما عملتش حاجه. متشكرين قوي، كتر خيرك.
السلام عليكم. احكي لي ايه اللي حصل؟ ايه؟ حد ضربك؟ كان حيموتني. هو مين؟ شكري. الله، انتوا مش اتجوزتوا؟ ايوه من يومين بس. وايه اللي حصل؟ انت جيتي هنا ازاي؟ خفت اروح لابويا وامي يرجعوني له تاني، قلت اجي للدكتور نعمان. اشمعنى الدكتور نعمان؟ ما لقيتش شكري بيخاف من حد غير من الدكتور نعمان. طيب ما تزعليش، اقعدي استريحي وانا هشوف. تحب اساعدك؟ لا شكرا. زهره بر. زهره مين؟ اللي كانت جت مع شكري هربانه منه وجايه لك، قلت لها تستنى تستريح شويه. مش عايز اشوف حد. حرام، دي جايه لك علشان تشكيلك. هو انا كنت بقيت اهلها؟ مش عايز اشوف حد، انا عايز امشي من بلدي. انت مش ملاحظ ان سفرك دلوقتي ما هواش مناسب، وخصوصا صاحب البيت عيان؟ انا بيتهيالي نستنى لما نطمن عليه. صاحب البيت ده بالذات لو عرف ان انا ماشي هيقوم زي المهر. انا بيتهيالي يعني ان انا مش هسافر معاك، هستنى هنا علشان اوضب شويه حاجات. خلاص انت حره. يمكن اقعد يومين ثلاثه. وماله؟ اصل المطبعه بعد ما اتحرقت ما عادتش تنفع خالص، هي فعلا مشكله. كنت بقول يعني شوفي لي حاجه انزل بيها، عربيه من محافظه ولا تاكسي ولا حاجه. انا من رايي تاجل السفر لبكره، الناس هتقول ايه لما تقرا اللي كتبته عنك جرايد مصر. جرايد مصر كتبت عني انا؟ ايوه كتبت حاجات كتير. وفين؟ وري. ده كلام ده؟ ده كلام ده؟ معقول الكلام ده؟ انا سمعتي تتلطخ كده؟ انا اسمي اتمرمط؟ دي مؤامرة، مؤامرة. كان لازم اعرف ان ده كله هيحصل. طبعا اكشف الفساد يقوموا يحولوها لمعركة شخصية. ها ينسوا الموضوع الاساسي وابقى انا الموضوع، انا وسلوكي الخاص. لكن انا هعرف ارد عليهم كلهم. هترد على مين؟ على اللي هنا في المحروسة ولا على اللي كتبوه عنك في مصر؟ هرد على الاثنين، على الفاسدين اللي هنا اللي انا كشفتهم قدام الفلاحين، وطبعا دول اللي بعتوا كلمة الفارغ ده لمصر، وعلى اللي في مصر اللي بيصطادوا في ماء العكرة وبيلعبوا دول مخرب القط. على العموم انت عملت اللي يعمله اي راجل شريف، سيبك بقى من اللي كتبوه. اسيبني ازاي؟ ازاي؟ دي سمعتي، عمر ما انسان جرؤ انه يهاجمني في حياتي الشخصية ابدا. على العموم انت اديت لهم ظهرك عشان يطعنوك. اللي يخش معركة زي دي لازم يحصن نفسه يا دكتور. اي انسان مهما حصن نفسه ممكن يلوثوه برضه ولو بالكذب. وللأسف الناس عندها استعداد تصدق الكذب اكتر ما بتصدق الحقيقة. الكذب ممكن يتكشف، لكن لما الحكاية يكون لها ظل من الحقيقة بتبقى صعبة. فرضي ان انا حبيت وعايز اتجوز، دي تبقى نقطة ضعف. بلاش نتكلم في الموضوع ده، هي فعلا نقطة ضعف. بقى أجمل حاجة في الدنيا تبقى نقطة ضعف.